مساء الخير، أنا قاسم دغمان من MEA تلفزيون. برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج Trending Issues. فيروس كورونا يجتاح العالم، وباء عالمي مرتبط بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. هل تخطى حدود السيطرة عليه؟ نسأل الليلة. فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين في شهر كانون الأول الماضي، ما نوعه وما هي أسباب الإصابة به؟ فترة الحضانة للفيروس وسبل الوقاية والعلاج، أسئلة كثيرة نطرحها مشاهدينا على ضيوفنا لهذه الحلقة. وبسنة رحب بدكتور حسان دكروب، اختصاصي أمراض باطنية وأمراض معدية. مساء الخير دكتور حسان. مساء النور، وأهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا، thank you for having us بالبرنامج هون اللي يعني we're looking forward لنحكي شوي صغيرة عن هالمرض الخطير والمرض المعدي واللي شاغل العالم هلأ. صحيح. ومخلى الناس كلياتها تحتار بأمره. رح نحكي عن قد العالم عنده قلق، وهل يستحق الفيروس هذا القلق، خاصة أنه عم نحكي عن يمكن صار عدد الإصابات تخطى 90,000 حول العالم، مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 3,000 حسب آخر الإحصاءات. صحيح. إذا كانت دقيقة. أيضا بسنة رحب بدكتور علي صباغ، اختصاصي أمراض الأطفال. أهلا وسهلا فيك دكتور علي. أهلا فيك. شرفتنا. أهلا وسهلا. رح بلش معك دكتور دكروب، هل يستحق فيروس كورونا، من ضمن الأسئلة اللي طرحناها بالمقدمة، هذا الذعر والقلق والهلع والخوف مع انتشاره، أنه تخطى كل الحدود وأصبح عابر للقارات، هل هو وباء عالمي أم ماذا؟ صحيح، هو وباء عالمي، يعني ما فينا ننكر هالشغلة اللي صايرة، وخاصة أنه بتطلع على عدد الدول اللي صارت فيها الإصابات. نعم. تقريبا إذا بتطلع ما في قارة بالكرة الأرضية إلا صاير فيها حالات، يعني أو صار فيه عندك كمان حالات وفاة من وراء الكورونا، واللي بخلينا نحن نقول انه هذا المرض صحيح خطير ومرض يعني معدي. بدنا ننتبه منه جدا جدا. طبعا معدي، لانه اذا بتطلع بالكورونا فيروس، شو هي الكورونا فيروس؟ نحكي عنها بسرعه كتير. كورونا فيروس هي عائله. نعم. عائله اندر، يعني تحت مظله كورونا، اندر ذا امبريلا اوف كورونا. هيدي الفيروس فيها عده انواع فيروسات، من اللي عملت الميدل ايست فيروس، من اللي عملت السارز، من اللي هلأ عامل هذه الكوفيد 19. سو هولي فيروسات خطيرة. إذا بتطلع على المرز والسارز، قتلوا كتير ناس. وكان انتشاره محدود بحسن الحظ طبعا، وهذا الشيء خلينا نتنبه لوجود مرض خطير منقول من بواسطة فيروس خطيرة. فلما صار عنا الكوفيد 19 اللي هي شغلة صارت بآخر تقريبا ديسمبر، يعني كانون الثاني. أو كانون الأول. كانون الأول 2019. هذا الشيء خلى العالم أنه تقول هل هالشيء مثله مثل الميدل إيست فيروس، مثله مثل السارز، وخلى الناس يصير عندها حالة ذعر سريعة، لأنه أوريدي أنت عندك experience، يعني عندك خبرة من قبل شو عامل المرز وشو عامل السارس، فالعالم كلها خافت من هالشيء. دكتور دكروب، يعني عم نحكي عن فيروس هو يعني نوع جديد من ضمن عائلة الفلو، هل يصح التعبير؟ فينا نقول هيك، لأنه عوارضه بتشبه عوارض أي جريب. صح، هو منه من عائلة الفلو بالضبط. It's a totally novel virus، يعني فيروس جديد. نعم. هل هو ضمن العائلة الوحدة اللي هي عائلة كورونا؟ وبالمناسبة كورونا بتجي من الاسم كيف شكلها للفيروس. الانفلوب تبع الفيروس، يعني الغلاف الخارجي تبع الفيروس، في عليه مثل spikes، يعني عليه مثل نتوءات. هول النتوءات هن اللي بيحددوا الإصابة. نعم. يعني هن اللي بيعلقوا بالخلية تبعول الرواية، خلية تبعول المنخار، الثروت، البلعوم، وبيخلوا هالشي ينتشر بسرعة. The more spikes you have، يعني كل ما زاد عندك هالنتوءات على هالفيروس، كل ما كانت معدية أكثر، كل ما سريعة الانتشار. هيدا الشي بيخليك، بس يكون عندك هالخبرية وعندك فيروس توتال جديد ما بتعرف عنه شيء، بتخلي الزعور يصير وين ما كان، لأنه شو ممكن تعمل هالفيروس؟ وشفنا شو ممكن تعمل بالصين، شفنا شو ممكن تعمل بإيطاليا، شفنا شو ممكن تعمل بإيران. صحيح. دكتور علي صباغ. نعم. بهذا الموضوع، يعني نحن عم نحكي عن إفرازات هي موجودة عن كل البشر، عم نحكي عن سعال، عم نحكي عن العطس اللي هو صار مخيف بالنسبة للناس. هلا بنحكي بالجانب المرتبط باختصاصك،
هل الطفل عنده مقدرة على مقاومة فيروس كورونا؟ لأن الأهل كتير عم بيسألوا هذا السؤال، بيعتبروا أنه يمكن الطفل مناعته أضعف أم الطب بيقول العكس؟ صراحة بكل الكيسز اللي شفناهم ما شفنا حالات للأطفال. نعم. عم تحكي بأمريكا؟ بأمريكا وبالعالم. نعم. بأمريكا وبالعالم. سبب ما بنعرف شو السبب، بس عادة الأولاد عندهم مناعة قوية مثل الكبار، بس الحالات اللي عم نشوفها، حالات الوفاة اللي عم تصير بالكورونا بتصير بالأشخاص اللي عندهم ضعف immune deficiency أو عندهم كيموثيرابي. فلحسن الحظ الأطفال محميين، بس مش معناتها إنه إذا الولد لقط الكورونا فيروس مش معناتها إنه هو 100% أميون. علينا ناخد احتياطات مثل كأنه أي فيروس، مثل كأنه أي فلو، بالغسل الإيدين ونلبس ماسك إذا مضطرين وهالشغلات. فالأحسن أحسن نصيحة بعطيها للأهل أنا نعم. إنه يعملوا الروتين، بيجي الولد يغسلوا له إيديه، يعطوه الهاند سانيتايزر يحطه بالشنطة تبعيته، يضل يغسل إيديه، وإذا حدا مريض ما يقرب صوبه. نعم. دكتور دكروبي، نحن إذا بنذكر بالكانون الأول الماضي، يعني اكتشاف الفيروس كان بمدينة يوهان الصينية. صحيح. بقى الفيروس بحسب يعني تقارير علمية لمدة أسبوعين بنفس المدينة، بعدها بلش ينتشر للضواحي، لا صار بكل الصين. هل فينا نقول بناء على تقارير منظمة الصحة العالمية أن نحن عم نتعامل مع فيروس جديد في ضعف طبي أمام تحدياته، أم أمام الحد من انتشاره لقدر يصير هو عابر للقارات؟ خليني أقول لك، شكرا على السؤال لأنه سؤال جيد جدا. خليني أقول لك شو قصة هالفيروس وكيف صار في انتشار. أول شيء لما بيكون عندك فيروس totally new، يعني جديد، يعني ما في عندك مقاومة ضده. الفيروسات عادة إذا مرقت على جسم الإنسان، جسم الإنسان بيعمل عليها مناعة. السنة اللي بعدها إذا مرقت مرة تانية جسم الإنسان بيتذكرها وبيحاربها. هون عندك total new virus، يعني فيروس جديد اللي جسم الإنسان ما مرق عليه بعد، ما حدا عنده مناعة ضده، أوكي، وما بنعرف كيف نتعامل. فاكسين. ما إلها فاكسين، ما إلها لقاح، وبنفس الوقت ما بنعرف كيف نتعامل معها. ولح أشرح لك إياها بطريقة كتير سهلة أخ قاسم. الموضوع ما في إنه عندك أنت لما بلشت الإصابات بوهان، الأطباء الصينية اللي هناك والأطباء المساعدين ما كانوا عم يعرفوا يتعاملوا مع الفيروس، مشان هيك نسبة الوفيات الكيس فاتاليتي ريت تبعت الفيروس بوهان كانت عالية كتير، نسبة 5-7%. صحيح. وهذا الكلام مش من عندي، هذا الكلام من مسؤولين الصحة الصينية اللي حكيوها مبارح. نعم. بينما هلا نسبة الكيس فاتاليتي، نسبة الوفيات نزلت ل 0.5-0.7 برات مدينة وهان. شو السبب؟ لنفكر شو السبب. السبب أول شيء فيروس جديد ما بنعرف نتعامل معها، ما بنعرف شو لازم نعمل. هل لازم نحط المريض دغلي بالآي سي يو بالعناية المركزة؟ هل لازم نحطه على الطابق ونراقبه هالكذا؟ كل هالشغلات تعلموها، بس ولكن لحسن الحظ تعلموها بسرعة. شغلة تانية، لما بيكون عندك آلاف الإصابات بمنطقة واحدة، المستشفيات ما بقى تلحق. يعني أنت عندك أطباء صينية كانوا عم يشتغلوا 18-19 ساعة 20 ساعة بالنهار، وهم معرضين للخطر ومعرضين لخطر الإصابة. صحيح. توفى منهم عدد منيح. نعم. عرفت كيف علي؟ يعني هو الأبطال، عرفت عليك؟ أنا بنظري هو الأبطال، لأنه هن الناس اللي هن بالوجه حاولوا. بالوجه. هن بالوجه. First defense. يعني. نعم. First defense. فهيدا اللي عرفوا تعاملوا معه، بس عرفنا تعاملنا معه نزلت كمية الكيس مرتفع، الكيس فتالت، يعني نسبة الوفاة قلت. هاي شغلة. شغلة تانية، ما بنعرف شو هي الأدوية بوقتها اللي ممكن تساعد للقضاء عليه. لما أنت عندك فيروس جديد ما بتعرف شو بدك تستعمل لحتى تقتله. لنحسب أنا إجاني كيس فلو، أو إجا عند الدكتور صباح كيس فلو على الأوفيس، نعرف والله معه كيس فلو، نعطيها الدواء، بقول له والله معك إحنا تامي فلو أو الدواء جديد زوفلوزا، ومنقول له روح على البيت، روح احمي حالك وماشي الحال. بينما أنت عم يجيك مريض كورونا ما بتعرف شو عندك الطريقة. فهيدي لحالة يعني بتخلق بانيك، تخلق زعر بين الناس انه في عندك مرض ما حدا عارفين كي لا بده يعالجه، عم بيحطوه بالاي سي يو وعم بيموتوا. فهيدي الخبريه لحالها خلت العالم يصير عندها زعر، وزعر شديد، وبصراحه يعني لا احد يلام عليه للموضوع. صحيح. لما بيكون عندك انتشار سريع لهالمرض كتير، ذا نيكست ثينج العالم بتقول هل حيصيبني، وام شو دكتور صباغ بيجي مليون سؤال بالنهار على الاهل،
الأهل عم يسأل عشان أولادهم. نعم. رح أرجع أحكي معك دكتور تكروب عن الفيروس. بدنا شوي هيك يمكن علميا نشرح للناس الليلة أنه كيف بيخلق فيروس جديد بناء على التجربة. صح. ما بعرف إذا لازم نسميها المخيفة مع فيروس كورونا. بس مع دكتور صباغ بدي شوي حول القضية إلى محلية. يعني عم نسمع عن إصابات ببلد المنشأ للفيروس بالصين، رجعنا عم نحكي عن الإصابات المرتفعة بالمرتبة الثانية والمرتبة الثالثة إيران وإيطاليا، وعم نشوف هلأ بداية بعض الدول العربية مع تسجيل الإصابات وفي بعض الحالات الوفاة. خلينا نحكي عن أمريكا اللي صار فيها حالات وفاة خارج ولاية ميشيغان، بس عم نسمع من وقت للتاني أنه بميشيغان في حالات مصابة بفيروس كورونا. ما دقة هذه المعلومات وقديش هي خطيرة؟ وشو بتقول لكل أبناء ميشيغان سواء الأمريكان أم أبناء الجاليات العربية؟ هو ما سمعت أني حالات بميشيغان. في حالات suspected يعني مشتبه فيها. مشتبه. بس ما في حالات confirmed. ما في confirmed cases. في حالات مشتبه فيها. يعني امبارح نحن عنا بالمستشفى كان حالي في محالي مشتبه فيها. نعم. أخذنا الإجراءات المطلوبة وطلعت أنه مش مزبوطة الخبرية. نعم. ففي حالات مشتبه فيها in isolation، يعني حاطينهم بالعزلة التلقائية الاحتياطية. فهذه العزلة هي لحتى مدة 14 يوم. هلأ بنحكي نحن شوي صغيرة عن الفيروس وخبريته ومشرح شوي صغيرة تفاصيل أكثر. بس ولكن هلا حاليا كconfirmed cases بميشيغان ما بعتقد في confirmed cases. انا ما سمعت. يعني الاحلى طريقه بتاخد كل مريض على حدا نعم. بتطلع بالمريض بتسال وين كان، وين راح، اجى حدا من السفر، سافر لمطرح. يعني دكتور صباغ عم بيكون التركيز على انه اذا كان هذا المريض هو جاي من بلد فيه الوباء، يعني موجود جاي مثلا من الصين او جاي من ايران او جاي من بلد كان فيها الحاله، طبعا بدنا ناخذ الاحتياط. صح. اذا ساوث كوريا هلا او ساوث كوريا كيسات كثير بساوث كوريا. اذا مثلا ولد بديكر بميشيغان واهله ما سافر مش لازم بانيك، مش لازم نخاف. That's why شغلة الطب شغلة هينة وصعبة. هينة إذا بتعرف شو عم تعمل، صعبة إذا ما بتعرف شو عم تعمل. وتطلع بالمريض وبتشوف إذا لقيته حالته مشتبه فيها، بدك تسأل الأسئلة، تسأل الأهل وين كانوا، هل بي بيسافر، إجا من في كتير أهل بيسافروا يعملوا تريدينج بالصين. صحيح. إذا البي من الصين وإجا عنده مثل جريب أو شيء، طبعا هيك هذا بدنا ناخذ بعين الاعتبار. بس لا طمن الأهل، بميشيغان ما في حالات أتليست It's not confirmed. والحمد لله يعني ما شفنا أي حالات. كل الحالات اللي عم نشوفهم هلا كلهم under control مثل الإنفلونزا والأنذر فيروسز ذات يعني فينا نعالج. دكتور صباغ إذا بنجي نحكي عن دكتور دكروب بدنا نحكي عن فترة احتضان الفيروس وعم نحكي عن عزل، عم نحكي عن 14 days. صح. 14 يوم. صح. عم نتعامل مع فيروس جديد. صح. السؤال الأول كيف بتخلق الفيروسات، وهل المكان بيئة البلد؟ يعني إذا بناخد الصين لناخد بعض الدول العربية، اليوم عم نحكى أنه الشمس هي أكبر دواء ممكن يقضي على فيروس كورونا، فما تخافوا بدول الخليج. هل المكان بيلعب دور ليخلق عنا فيروس جديد ويكون هالقد فتاك مثل كورونا؟ خليني أقول لك الفيروسات كيف تخلق جديدة. لما بيكون عندك فيروس معينة بيصير في أمرار انخلاط بين نوعين two viruses. نعم. بيجمعوا هالجين جيناتيك ميك اب تبعهم، يعني الدي ان اي المركبات الجينية تبعهم، بيعطوك مركب جيني كامل جديد. عرفت كيف علي؟ فبيصير بتطلع هالفيروس اللي هي اللي طالعة من الأمي، طالعة the daughter، يعني البنت اللي بتخلق من ال من ال من الفيروس تبعها، من الفيروس الأساسي أو هالفيروس الجديد، بيكون عندها completely new makeup، يعني complete new genetic makeup. يعني كل الدي ان اي تبعهم او الار ان اي، خاصة هذه الفيروس اتس ان ار ان اي فيروس مش دي ان اي، وهذا في فرق طبعا بين دي ان اي والار ان اي فيروس. هاي الفيروس هي ار ان اي، لانها ار ان اي صار عندها totally new ار ان اي، انخلق بقلب خلية معينة. هل هي خلقت بقلب حيوان، خلقت بقلب انسان؟ المعروف انه هول الكورونا فيروسز موجودين عادة بقلب الباتس. نعم. بقلب الوطويت، بقلب الحيوانات اللور مامولز، يعني مثل مثلا رابط هول الاشياء كيف بدي اقول لك رودنتس موجودين. نعم. بالرودنتس موجودين بهالخبريات. سو هول الفيروسز امران دي جمب
from species to species. يعني they بنطوا من مثلا لنحسب من ال من البات الأطوات للرودنت مثل الجرادين وهالشغلات وبيخلوا هالميك اب يتغير وبس يتغير بصير عندك فيروس كومبليت جديد. بس يصير عندك فيروس كومبليت جديد طبعا جهاز المناعة عند الإنسان منه محضر لحتى يدمرها أو يخلص منها لأنه كومبليت نيو ميك اب يعني الجيناتيك ميك اب تبعها توتال جديد. نعم إن شاء الله يكون قدرت شرحتها لأنه شوي وضحت الصورة. في داتا عفوا من 1970s مضبوطة الكورونا الفاميلي تبعت الكورونا من السبعينات مكتشفينها صح من السبعينات بس لا مثل ما قال الدكتور دكروب انه اللي عم تتغير مثل الانفلونزا كل سنه صح. بتغير شكلها نفس الشيء الكورونا خلال الأربعين سنه اللي مرقوا غيرت شكلها وهلا استنتجنا انه في كورونا الجديده وعم تسبب مشاكل. نعم تفضل دكتور. في شغله تانية انه كمان هيدا الفيروس الجديد طريقه انتقاله هي يعني شغله مش موجوده من قبل. يعني مثلا عندك الفيروس طريقه الانتقال اللي هو بالعطسه هذا اللي كنت اسالك اياه يعني بعدنا نحن عم نحكي عن فيروس هو يعني مثل كانه احنا عم نحكي عن رشح عن فلو عند البشر صح. هو عضو جديد بفيروسات الفلو اذا صح التعبير صحيح. فعم نحكي عن طريقه انتقال الفيروس عم تكون سهله يعني بالعطسه صح. بالرزاز اللي عم بينزل صح. من انف اي شخص هو عنده غريب عم نحكي عن عوارض كمان صح. مشابهه لاي انفلونزا او لاي فلو حراره وجع لوز صح. بعض العوارض صح. يعني عمليا طريقة انتقال الفيروس هي سهلة جدا صحيح. فبنجي بنحكي عن فترة العزل اللي هي 14 يوم وهون كمان ضايع العالم صراحة ما بين يعني سواء بأمريكا أو ببعض الدول العربية أو بمنشأ الفيروس. العزل الفردي هو كيف ممكن يكون علمي وصحي إذا ما بدنا نروح على بسياق الحديث على عزل المستشفيات والعزل الطبي الحقيقي. المفروض اول شيء خلينا نحكي شوي صغير عن طريقه الانتقال. طريقه الانتقال هي ممكن تكون اذا حدا عطس وصار على هالطاوله في متر رزاز ممكن واحد يدقر هالرزاز يدقر عينه يدقر منخاره يدقر تمه وينصاب بالعدوى. هيدي اكثر شيء هيدي اكثر شيء صحيح نعم سطح الامكنه سطح الامكنه نعم. اي مكان نعم. سطح اي مكان كمان واحد سلم بالايد ممكن يلقط الفيروس. يعني ممكن اذا حدا عطس بوجهك كمان ممكن يعطيك الفيروس. هلا ما بتنتقل بالهواء. الشغله الوحيده اللي احنا لازم نعرفها انه الكورونا وهذه شغله عالم مفكرين بتنتقل بالهواء. ما بتنتقل بالهواء مش مثل التي بي. تي بي مرض السل بينتقل بالهواء مش مثل الميزلز اللي هو المرض شو اسمه الحصبه ما بينتقل بينتقل بالهواء. هذه ما بتنتقل بالهواء هذه بتنتقل عن طريق شخص تو شخص عطسه او ملامسه وشغله تانية على السيرفيسز ممكن تكون هالطاوله ممكن تكون هالخزانه ممكن حيالله شيء عندك انت ايه ممكن يكون عليه الهواء. سو هون نحن شو بدنا ننتبه. اذا انت بدك تعزل مصاب بالبيت شو المفروض تعمل؟ اول شغله المفروض تحط عليه ماسك لهالمصاب لحتى تمنعه اذا عطس او اذا سعل ما يعطس ما 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 يعدي حدا. يعني الماسك الزامي حتى في المنزل بالبيت اللي عنده سسبكتد سسبكتد انت. نحن نتذكر نحن عم نعزل نحن مش والله جايين عم نقول خد هالماسك حتى ما يصير معك كورونا. نحن عم نعزل سسبكتد كيس يعني عم حددناها. نعزل انسان حددناها نحن عم نعزل انسان مفكرين انه مصاب. نعطيه ماسك نقول له تفضل اعزل حالك البوس ماسك البوس اشياء واقية يعني بدك ينحط بغرفة من البيت وما يظهر منها. عرفت كيف علي؟ اكل بيوصل لعنده الشرب بيوصل لعنده ما بيخرج من الغرفة لمدة 14 يوم. عرفت كيف علي؟ يعني كل شيء تيابه غراضه علميا لا حددوا 14 يوم لانه يعني شو السبب ب 14 دايز كل يعني وين ما كان عم بقول حجر هو 14 لأنه يوم لانه راقبوا الانكيوبيشن بيريد. يعني راقبوا جابوا طلعوا بمريض من اول يوم لحتى صار عنده سيمتومز لحتى صار عنده عوارض رشح سعال اسهال استفراغ كل هالشغلات لقيوا انه بعض المرضى لبعض 14 يوم لصار معهم هالخبريه فحددوا المده ب 14 نهار وبنفس الوقت قالوا مده العزل 14 نهار لانه انت عاده بتلحق ستاتستكس يعني موست فيروسز 14 يوم موست كثير من الفيروسز 14 يوم بس بتلحق النسبه انت عدد المرضى اللي عم بيصير معهم سيمتومز بهالفتره يعني مش عم بس عم تراقب واحد عم تراقب عدد كبير بتراقبهم بتشوف عم تطلع عم تلاقي 14 نهار اكثريتهم عم بيصير معهم سيمتومز مشان هيك بتقول انت within 14 days اللي ما بيبين عنده اعراض معناتها ماشي حاله ورغم هالشيء كمان بينعمل لهم تيستينج سو انت عم تعمل تيستينج للمريض تشوف اذا معه كورونا او لا
وإذا suspected جاي من الصين، جاي من كوريا، جاي من إيران، جاي من وين ما جاي، في محلات فيها كورونا بدك تعزله. نعم. لا تتأكد. شفنا ومشاهدينا رح نتوقف مع فاصل إعلاني، نتابع من بعده سياق حلقة الليلة، خليكم معنا. عودة لكم مشاهدينا لمتابعة حلقة الليلة من برنامج Trending Issues. نفتح قضية فيروس كورونا، وبناء لآخر الإحصاءات العالمية إصابات الفيروس وصلت إلى 90,000 مصاب، 90,000 حالة حول العالم، عدد الوفيات إلى حوالي 3,000 حالة، حالات الخطرة بناء للإحصاءات العلمية التي تنشر وتروج عبر وسائل الإعلام، 18% من إجمالي المصابين هني حالات خطرة و6% وفيات. بدي بلش من عندك دكتور صباغ، يعني سألنا عن وضع الأطفال، بس كمان يعني بعيادتك في أمهات بيجوا، كمان بينسأل هل هناك خطر كبير على النساء الحوامل بالنسبة لفيروس كورونا؟ يا كورونا فيروس مثل أي فيروس، في فيروسز بتضرب البريجننت المرأة الحوامل، بتعمل لها مشاكل بالحبل، البارفو فيروس بتعمل أنيميا. صح. So any virus عندها احتمال تسبب مشاكل. كيف هلا هذا عم نحكي بفيروس جديد وما بنعرف كيف بدنا نعالجها؟ طبعا هيدي concern للأهل، بس نفس الوقائي اللي بنعمله للأولاد بنعمله للمرأة الحامل، بدها تعمل نفس الوقائي، تغسل إيديها وال كحماية مثل كأنه عم تحمل أولادها، نفس الشيء. نعم دكتور صباغ، في سؤال يعني شوي هو ملتبس إذا بدك وغامض، يعني عم نحكي عن أطفال هن الأخطر بنقل الفيروس باعتبار أنه بيعطسوا، كل إفرازاتهم هن ما بيقدروا حجم خطورتها. نعم. وما عندهم معايير أثناء الإفرازات، بالعطسة بيحكوا بإيديهم بيأكلوا بدون ما يغسلوا. نعم. كمان بينطرح علميا، ما بعرف، خلينا نوضح هذه النقطة، أنه ممكن طفل حامل للفيروس ما عنده أي عارض بس هو حامل للفيروس، نتيجة السعال والعطس والإفرازات ممكن ينقل بسرعة هائلة الفيروس، قد إيه علميا مزبوطة؟ يعني هول الخبريات اللي عم نسمعهم كمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال أحاديث الناس، هل الخبرية مزبوطة أم علميا تسقط؟ لا مزبوطة. الأولاد هن بينشروا أمراض أكثر ما بينشر الكبار. نعم. مثل ما قلت أنت، الأولاد معرضين ليمرضوا أكثر لأنه أول شيء بيكونوا بمحلات، بمدارس، بداي كير، وبيلعبوا بوج بعضهم قراب، they share the same toy، بيلعبوا من نفس الكرسي، بيقعدوا على نفس الطاولة. صحيح. فنحن طبعا هيدي شغلة بتعملهم أكثر ليمرضوا ينقلوا المرض أو الفيروس. والولد مثل ما قلت أنت بيعطس، ما بيعرف يعطس بالنابكن، ما بيعرف يعمل هيك، بيعطس بيعمل هيك. صح. بيلعب هو ورفيقه، بحط يده على الطوي. طبعا الأطفال هن لينقلوا المرض أكثر من الأكبر. صح. بالعوارض المشابهة بعدنا عم نتعامل أنه إذا في طفل عنده هذه العوارض بعدنا عم نتعامل أنه البداية عم تكون مع أدوية الالتهابات والأدوية العادية لأي فلو أو لأي H1؟ لا، عادة أول ما بدون ما فيك تعطي الفلو بدك تتأكد إذا الولد عنده إنفلونزا. إذا كان عنده إنفلونزا بالأول 48 ساعة فيك تعطي دواء. صحيح. صار في مجموعة من التستات بتعملوها. صحيح. طبعاً. صحيح. بس إذا عادة الفيروسز ما إلهم علاج، فيش علاج للفيروس إلا للـ HIV. نعم. ولا الهيربس فيروس، هول هن الدوايين اللي بنعطيهم، هيباتيتس سي كمان. صح. بس عادة الأطفال الفيروسز ما إلهم علاج. طبعا الفيروس كان تعمل مضاعفات، بصير عند الولد التهابات بالإذن، عند التهابات بزلعيم أو التهابات بالرواية، ساعتها بنعطيهم دواء التهابات، بس عادة الفيروس للأطفال ما إلهمش علاج. نعم. دكتور دكروب، نحن عم نحكي عن نرجع منكرر نقطة أساسية، أنه هذا الفيروس ينتقل من الرذاذ، اللعاب، السعال. صح. وبينتقل من إنسان لآخر بنتيجة انتقال هذه الإفرازات. هناك تقارير طبية تحدثت عن إمكانية وجود الفيروس بالبراز البشري عند الإنسان. صحيح. ولكن لحديث هلا عم بقوله أنه مش مؤكدة هذه المعطيات. صحيح. كمان ما صحت هذه المعطيات الطبية؟ أول شيء بدي أقول لك، الفيروس لما تفوت على جسم الإنسان موجودة صار بكل الإفرازات، بالدمع، باللعاب، بالسوات اللي هو العرق. نعم. موجود وين ما كان، اي شيء بيظهر من جسم الانسان حيكون بقلبه هالفيروس. هلا
حسب كمية الفيروس اوكي بيصير في بتصير الإصابة. يعني بعطيك مثل بسيط بين الـ HIV وبين الـ Hepatitis B، اثنيناتهم أمراض معدية. الـ HIV بدك ملايين الفيروس لتصيب إنسان اوكي، مشان هيك إذا حدا بيس الثاني من تمه الـ HIV ما بتنتقل اوكي. بينما الـ Hepatitis B بدك 10 فيروسز وبتعدي. سو تلاحظ الفرق بين اثنين فيروسز، وحده بدك ملايين لتصيب بالعدوى ووحده بدك 10 فيروسز. وهون بيكون في لخط عند الناس، يعني حتى كانوا يفكروا انه الاتش اي في بينتقل من خلال اللعاب اللي بينتقل عبر الكيسنج ابدا القبلات. الاتش اي في موجود باللعاب بس ولكن كميته قليله جدا لتعدي. موجود باللعاب 100%، ما في لغط حوله للموضوع، بس ولكن ما بيعدي لانه كميته جدا قليله. بده فايرال لود عالي. بده فايرال لود عالي. نعم. ما في فايرال لود عالي، هذا الشيء ما بيخليه ينتقل. بينما فيروس مثل الهيباتيتس بي شويه دم بتعدي. يعني بعطيك فكره، مثلا انا مره كنت عم بحط لمريض سنترال لاين، يعني عم بحط له كاثتر دغري بتفوت بال بال بالشريان الكبير لتوصل للقلب اوكي، وانا اخذ لقاح للهيباتيتس بي. نعم. قمت طرش دم بعيني اوكي. سو مجرد ما طرش دم بعيني والمريض انا بعرف معه هيباتيتس بي ماشي، انا اخذ لقاح ومحمي منه. نعم. بس ولكن عملت من بعد منه فحص تبين مني اني تعرضت للهيباتيتس بي. عرفت كيف علي؟ اوكي اي كلير ذات، راحت مني ما انصبت فيها، بس ولكن لسه هالقد كانت سريعه. عرفت كيف علي؟ فمن تنتقل القصه بتصير من فيروس لفيروس. هلا هل كميه الفيروسز الموجوده بالبراز، نرجع للكورونا. نعم. انا شرحت الشرح بس لحتى وصلك لقصه الكورونا. هل كميه الفيروس الموجوده بالبراز من الكورونا فيروس ممكن تعدي او لا؟ لهلا ما حدا بيقدر يقول او لا، بس على طول الحذر ضروري. نعم. يعني انا بشتغل بطريقه احذر اعقل، شو بيقولوا اعقل ثم توكل. نعم. الحمايه افضل من اي علاج. يا عيني عليك. الحمايه. نعم. افضل من قنطار علاج مثل ما بيقولوا. مزبوط دكتور ذكروب. يعني عملت لينك بموضوع السل لتوصل على الكورونا اذا كان موجود بالبراز البشري او صح. لا رح اعمل معك ربط من نوع اخر. صدق. يعني اليوم نحن عم نقول، ما بعرف اذا علميا مزبوط، انه لما يكون واحد مصاب بالسل او اخذ التريتمنت المضبوطه او صح، بس تعيد التست ببين كانه بوزيتيف عندك. طب اليوم نحن عم نسال انه هل مصاب الكورونا صار عنده هذا الفيروس اخذ العلاج مع الحجر الطبي، هل هو معرض مره تاني انه يصاب بالفيروس؟ وهل الاصابه مره تانية او ثالثه تؤدي الى الوفاه طبيا؟ أوكي. عم نحكي صح. سؤال جيد جدا. لقلك شغلة أخ قاسم، هلأ حاليا اللي مبين معنا من خلال الدراسات من خلال هالفترة القصيرة، ما تنسى نحن بلشنا بكانون الأول. نعم. نحن بهلأ بأزار، يعني 3 أشهر. نعم. اللي مبين أنه اللي بينصاب من بالكورونا بيتعافى منها، ما رح ترجع له لهلأ. ما رح ترجع له، ما مبين انه ولا في حاله انصابت ورجع صار معاها كورونا مره ثانيه. عشان هيك يعني سمعنا يمكن بالصين انه طلب بالتبرع بالدم، لانه بلاكات الدم ممكن يستخدموا كدواء للمصابين. صحيح. جدد. صحيح كلامك مزبوط. هالشيء هلا يعني 100% مثبت، ما في شيء 100% مثبت، بس ولكن الموجود الوقائع على الارض بتقول انك اذا انصبت بالكورونا حاليا وانشفيت منها خلص يعطيك العافيه، ظهرت من جسمك وجسمك عمل حمايه ضدها، عمل انتي بوديز. هلا السنه اللي بعدها، هل هالكورونا قررت تغير تركيبتها شوي صغيره وترجع تصيبك مثل ما بيصير بالفلو فيروس؟ ليش نحن بناخذ فلو فاكسين كل سنه؟ لانه الفلو فيروس بتعمل something called shift and drift. shift and drift يعني بتغير شوي صغيره من التركيبه الجينيه تبعها. هذا الشيء بيخلي جسم الانسان ما عنده حمايه ضده، ونحن بنضطر نعطيها كفاكسين لحتى جسم الانسان ينحمى منه. رغم هالشيء شوف قديش في حالات فلو، 15 مليون 17 مليون صاروا، خاصه انه هلا موسم فلو. يعني موسم فلو الطقس بيساعد على الاصابه بالفلو. من هون بدي اسالك دكتور صباغ، انه عم نحكي عن هالقد فيروس، عن وباء عالمي اجتاح كل العالم، بس بعدنا بنقول انه عم نتعاطى مع فيروس عمره 3 أشهر، تركيبته جديده، تحايل على الطب او على حتى منظمه الصحه العالميه يبدو بعدها امام فيروس فتاك. كيف عم تقدروا تقنعوا الاهل؟ لان احنا عم نسمع انه يعني الوقايه، سبل الوقايه والارشادات اللي عم تعطوها للاهل مش عم تكون مقنعه.
طالما عم بتكون نفس عوارض اي فلو او اي نوع تاني من الجريب. كيف عم تتعاطوا؟ قد عم تلاقوا صعوبه مع الاهل لحمايه اطفالهم وحمايه انفسهم بالدرجه الاولى؟ يا سارة، سؤال كتير حلو. عم لاقي كتير صعوبه صراحه، مثل كانه اي فيروس، بس لما يكون في اعلام مضخم، انا برايي كثير مضخم قديش الكورونا فيروس فتاكي، وقديش بدي عندك دور الطبيب، قديش عنده دور لينا على الاهل الوقايه من الفيروس. فانا بستعمل الاسلوب ذاته صراحه، يعني ما بغير التكتيك تبعي، مثل ما بقول له للاهل بالنسبه لاي اي اي فلو مثل انفلونزا واني فيروس، عم اقول لهم بالنسبه للكورونا نفس الشيء مثل ما قلت لك بالاول، بشخص كل ولد، كل شخص، كل مريض لحاله، بدك تسال هيستوري، اسال اسئله قد ما فيك، تسال كويشنز، وطبعا مع الكويشنز بدك تعمل الفحص ساعتها على دواء بتقرر لها اللي بتعمله هيك او بتعمله. سو يمكن تحتاج تعمل تريننج كمان صار في اداب للسعال حتى الاولاد، تعلمهم كيف لازم يقعدوا، كيف لازم شو لازم يعملوا من بعد. تعلم الاهل على الاولاد كيف نغسلوا ايديهم، كيف نحطوا هاند سانيتايزر بالباك باك، وبس يجوا على البيت يغيروا ثيابهم ويحمموا، وهذه الشغلات هذا مثل كله education، this is something لازم مضطرين نعملها يعني. نعم. دكتور دكروب، عم دكتور صباغ حكي عن اعلام مضخم، هل تعتبر اليوم يعني عن فيروس صار متنقل حول العالم؟ اليوم هون كمان بدنا نحكي عن انه المطارات، هل فعلا كل المطارات مجهزه لتاكيد الاصابه؟ خلينا كمان أمرك الموضوع، يعني عم نحكي خلينا نفوت على ميشيغان تحديدا، لأنه في هذا الخليط من الجاليات العربية اللي عم بيجوا من لبنان، من العراق، من إيران، من الأردن، من سوريا. كيف الإجراءات عم تكون بالمطار، وهل فعلا أنه ممكن تحمي الناس الموجودة هون بميشيغان، أو بتعتبر أنه إعلاميا فعلا يضخم الموضوع مثل ما عم بيقول دكتور صباغ؟ قبل ما اجاوبك على السؤال بدي اقول لك انه دكتور صباغ امرار بيبعث لي حالات. دكتور صباغ كثير دقه، يعني بتوصل الحاله لو ما مستحيله ما بتنبعت، بس اعطيك فكره يعني. فدكتور صباغ جدا دقيق بتشخيصه، وجدا جدا دقيق بفحصه، وجدا دقيق بالاسئله اللي بيسالها. هو محبوب الجماهير، يعني بحبوه الاولاد واهلهم 100%. انا اولادي عنده يعني، بس اعطيك فكره. فدكتور صباغ كثير دقه، وكثير يعني انا عاده لما بيبعث لي الكيس بكون 3 ارباع 90% محلوله، بس مثل ما بيقولوا icing on the cake. فهي شغله اساسيه. هلا لجاوبك على سؤالك، اجراءات بالمطارات الامريكيه اجراءات مشدده جدا، خاصه يعني بتذكر لما صاب ايبولا فيروس. كانت الحالات اللي تجي، طبعا ايبولا مرض معدي جدا وخطير وبيقتل، كانت الحالات اللي تجي من المطار على المستشفى لعنا كانت تكون دغري سكريند بالمطار ومبعوثه ان ايزوليشن، يعني مبعوثه اوريدي بعزله، المريض معزول وجاي. هلا شو بيعملوا بالمطار؟ بالمطار اي مريض عم ينزل من مناطق سسبكتد، ايران، ايطاليا، الصين، وين ما كان في هيدا، عم يتم فحصهم. واي مريض عم يشتبهوا فيه دغري عم ينحط بالايزوليشن وينبعث على المستشفى ان ايزوليشن، بحطوه بسمثينج كولد نيجاتيف بريشر روم، يعني هيدي نفس الروم اللي بيستعملوها لمرض السل، بتشفط الفيروس وبتقتلها، او بتشفط التي بي بكتيريا وبتقتلها. ف يعني اجراءات جيده جدا. هلا هل الاجراءات هي 100% تحمي؟ ما بعتقد. طيب هل مطلوب منا نلبس كمامات هون ولا؟ وصلت لشغله كثير اساسيه، ولا منكون كثير عم نضخم مثل ما قال دكتور صباغ بالتضخيم الاعلامي؟ خلينا نشرح شوي صغيره عن الكمامات. في نوعين من الكمامات، اوكي، هدول كل العالم لازم يعرفوها. في something called an N95 وفي regular surgical mask، يعني في كمامه خصوصي رقمها N95، اوكي، وفي كمامه هي سيرجيكال، الكمامه اللي بيستعملها طبيب الجراحه. هلا شو دور حبلش بالسهله، شو دور كمامه الجراحه؟ لما مريض عندنا على التابل عم ينعمل له عمليه، الجراح لابس كمامه، هل ليحمي نفسه ولا ليحمي المريض؟ ليحمي المريض. نعم. معناتها هاي الكمامه ما تحمي الجراح، هيدي معموله لايك ذس لتحمي من الجراح للمريض. كمامه الجراحه ما بتساعد ابدا على الحمايه من الكورونا. كمامه الجراحه بنحطها على مريض مصاب بالكورونا او نحن شاكين انه هيدا، لحتى بيلبسها تيحمي من الـ حتى ما يعدل الاخر. يعني عليك هلا انت كيف بدك تحمي نفسك؟ نعم. انت كمذيع لنحسب في حدك مريض معه كورونا، اوكي، كيف بدك تحمي نفسك؟
تلبس سيرجيكال ماسك ما بتنفع. اوكي. بدك تلبس N95، اسمها N95 ريسبيريتور، هي عبارة عن كمامة خصوصي نستعملها نحن لمرضى السل، بنفس الوقت بتحمي لايك ذس، يعني بتحمي من قلو المريض ان اوت ان اوت، يعني لا من اوت تو ان. نعم. عرفت كيف علي؟ بتحمي انك انت ما يجيك العدوى من هالمحل لإلك. سو هو هن الكمامات اللي بتحمي. بس لهلا لا داعي لارتداء الكمامة في ميشيغان. لا داعي، لانه لن تحميك. لن تحميك اذا انت كنت اللسب انت بمحل فضل فضل لا فضل. لا يعني لا بتحميني دكتور صباغ ولا بتحمي الاخر حتى مني. حتى لو لابس حتى لو عندك مريض عنده كورونا، اذا انت عم تحكي معه 5-6 feet، نعم، اذا ما سعل ما لح تلقط المرض. الا اذا كان عنده اياها وسعل وحط ايده وقلت يو شيك هاندز، ساعتها لح تلتقي اذا كان عندك مرض الكورونا. صحيح. في نقطة أساسية سألتك يا دكتور دكروب فيما يتعلق بموضوع الشمس والمقارنة، يعني نحن عم نحكي عن دول، بعض دول الخليج عم بينحكى أنه لو انلقطت لو انوجد عدد من الإصابات أنه الطقس أنه جاي على حار والشمس ممكن تقضي على كورونا، هل مزبوطة هذه المعلومة عالميا طبيا أم شو؟ شوف بوضع مثل هيك وضع، هل انت بدك تاخد شانس؟ Are you gonna take a chance؟ هل حتاخد مخاطرة وتقول انا في شمس ما فيني ما رح يصير معي شيء؟ بعدين انا مثلا بدي اطلع على دولة اللي هي على من دول الخليج العربي، ايران. نعم. طقسها هلا بعتقد دافي الى حد ما، الى حد ما، ليك الاصابات فيها. نعم. صار عندك اصابات خطيرة ونسبة الكيس فاتاليتي تبعها 5%. نعم. يعني 5% من العالم عم بتموت. نعم. عرفت كيف عليه؟ هذا الشيء منه مصحة. عرفت كيف عليه؟ هل بدك تاخد يعني مخاطرة وتقول أنا بالدولة العربية الفلانية اللي كلها شمس ما لح يصيبني شيء؟ مش أحسن شيء يقول واحد ما بنعرف أو ما بدنا أو we don't know أو بنفس الوقت بدك تاخد احتياطك عربياً عربياً من خلال المتابعة. نعم. إذا ما بعرف إذا عندك مطايا طبية، إذا بدنا نروح على لبنان، هل كورونا فعلاً بشكل خطر بلبنان كبلد طبيا وقائيا من ناحيه الاجراءات، من ناحيه انه عم نسمع كثير بالاعلام موضوع المطار واللي صار بالمطار، الطيارات القادمه الى لبنان، هل لبنان في خطر دكتور دكروب؟ لبنان اكيد في خطر، لانه النظام الصحي بلبنان ما بعرف اذا بيقدر يتحمل ضربه مثل ضربه الكورونا، وخاصه نحن باوضاع اقتصاديه سيئه جدا. هل الوقاية موجودة بلبنان؟ نعم. هل نسبة الإصابات اللي ممكن توصل على المستشفيات، هل المستشفيات بتقدر تتحمل أنها تعالجها؟ يعني أنا ما بعتقد أنه في عنا المان باور اللي بتقدر تتحمل أنه والله أي حالة تجي على البلد، وخاصة ما تنسى إذا بتطلع مثلا على مدينة ووهان، أوكي، صار فيها آلاف الإصابات. إذا تشاينيز هيلث سيستم اللي هو سبوزدلي عنده القدرة أنه يتحمل بجمع بنوا مستشفى، يعني السؤال يوم بلبنان بعدهم على مستشفى وحدة. That's right. That's right. كيف بدك نحن بمرحلة خطر في خطر لبنان. وبنفس الوقت اقتصادك بلبنان، أنا ماني خبير اقتصادي بس أنا بقول لك أنه حسب ما بسمع الاقتصاد صعب جدا. Population condensed، يعني بيروت عالم سيدين حد بعضهم، البيوت بلزق بعضهم، يعني إذا مشكلة كبيرة إلى حد ما، يمكن بعضهم البعض منهم بعضهم مش يعني ماخدين موضوع الفيروس على محمل الجد. على محمل الجد. سو من خلال تجربتكم الأمريكية بنختم مع نصيحة لكل الدول العربية اللي حاسين نحن فيها يمكن خطر، نصيحة لكل الناس فيما يتعلق بهذا الفيروس. رح أختم معك دكتور صباغ قبل ما أرجع على دكتور دكروب. بالختام شو بتحب تقول؟ والله أنا بحب أقول لكل العالم صراحة إنه man don't panic، ما نخاف كتير. أنا بنظري إنه في تضخيم إعلامي للموضوع، مش عم أقلل من أهمية الموضوع، الكورونا موجودة وسببت وفيات، بس في يمكن يكون في شغايات سياسية من وراها. كل اللي علينا ناخد احتياطات، إذا كان في عنا اشتباه إنه مريض ناخد الاحتياطات اللي حكينا عنها بالوقت. نعم دكتور دكروب بتوافق دكتور صباغ؟ لأنه فتنا هون بنظرية المؤامرة البيولوجية العابرة للقارات كمان، يعني جوابا على هذا السؤال بختم معك. أكيد بوافق دكتور صباغ 100%. أنا بقول أنه الوقاية خير من قطاع العلاج، يعني أنت ما بدك تنطر تصيبك المرض تقول والله اللي صابني يا ريت ما صابني. عرفت علي كيف؟ يعني إذا أنت مثلا كنت بمحل لنحسب موبوء، هل لازم تروح عليه لهالمحل؟ لا. نعم. طلع منه واحمي حالك قد ما فيك.
يعني حمايتك كيف بتكون؟ بانك هي النظافه اهم شيء. غسيل الايدين، بننسى شغله كثير اساسيه، غسيل الوجه. صحيح. الطريقه الاساسيه اللي هي نحن لازم نستعملها، اول شيء بنغسل ايدينا منيح 30 سكند، شغله كثير اساسيه لازم نتبعها. يعني نسينا نحكي عنها 30 سكند، يعني لازم. انا بيضحكوا امراء بس بس اقول لهم هالشغله، يو هاف تو سينج هابي بيرث داي مرتين انت عم تغسل ايديك، يعني بدك تغني هابي بيرث داي مرتين. بس كمان هون في ضياع بال بال بالمعطيات الطبيه، لانه في حدا بيقول 20 ثانيه، في كمان 20 ل 30 20 ل 30 صح. اوكي 20 ل 30 مقبوله. هلا غسلت ايديك وكل شيء صار منيح، بتغسل وجهك مناخيرك، لانه ممكن يكون صح وجه ومناخير، بترجع بعد ما تغسل وجهك وايد وهيدا بترجع بتغسل ايديك. هيدي شغله كثير اساسيه. هلا هل هالشيء انه كل العالم حتعمل براكتيكال؟ ما حدا، ما كثير عالم رح تعمله، خاصه يعني بمقابله وحده. كم مره الواحد بيضقر وجهه وعينه وهالشغله، بتعرف كيف عليه؟ شغله منها سهله. الشغله الاساسيه الثانيه، خلي هاند سانيتايزرز معك. هاند سانيتايزر هي عباره عن شويه بتحطهم على ايديك، بتمسح ايديك كل فتره. يعني مثلا بقول لهم لاولادي بالمدارس، رجاء لانه في بلو كيسز كثير، رجاء خلوا معكم هاند سانيتايزرز كل ساعة كل ساعتين، حطوا شوي 60% الكحول. ابسولوتلي 60% الكحول، 60-70% الكحول يعطيك العافية، بتقتل الفيروسز، بتقتل البكتيريا. هلا هل الأولاد بيسمعوا الكلام 100%؟ يعني دكتور صباه هو الخبير، بس أنا بقول لك إنه ما بيسمعوا الكلام. يعني أنا رحت على مدرسة بنتي الصغيرة ولأعطيهم شوية فكرة عن الكورونا، مش الكورونا عفوا، الفلو فيروس، أطفال 4-5 سنين. نعم. عرفت كيف علي؟ سو تفاجأت انهم والله عارفين كيف بدهم يسعلوا، كيف بدهم كذا. yeah. بس هل هالشيء بنفذوه كل الوقت؟ طب ما هذا طفل او بيتذكروا يمكن الوقايه بشكل دائم، او بيتذكروا هالاطفال هول صغار، يعني ما منهم هالقد عندهم الوعي كافي. بس ولكن بتقول اهم شيء الوقايه منه لهالمرض. اوكي حالك من اوكي حالك من هالمرض احسن ما تضطر انك تفيست ويصير عندك مشاكل معه وبعدين ساعتها تقعد تدور على العلاج. نعم. فاذا بالختام يمكن الجمله الوحيده التي تصح بس نفتح ملف فيروس كورونا، انه الوقايه خير من قطار علاج. بدي اشكرك دكتور حسن دكروب، اختصاصي امراض باطنيه وامراض معديه، على هذه المعلومات القيم اللي شاركنا فيها الليله بهالحلقه. نحن اللي بدنا نشكرك على الاسئله الجيده جدا. شكرا. Very high caliber questions. Thank you. And I love it. لانه عن جد يعني very professional. Thank you دكتور. فالله يعطيك العافيه وشكرا على هالمقابله، وشكرا للدكتور أليكس صباغ اللي عزمنا. طبعا لك شكرا دكتور أليكس صباغ، اختصاصي امراض اطفال، ايضا على معلوماتك القيمه وعلى الارشادات والتوعيه للاهل ولابنائهم. اهلا وسهلا فيك، شكرا لك. شكرا. يبقى الشكر الاكبر لكل مشاهدينا اللي تابعونا بحلقه الليله من Trending Issues. موعدنا باذن الله بيجدد الاسبوع المقبل. فيما يتعلق باي تفسير حول موضوع حلقه الليله، بتلاقى اي تعليق عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي. تصبحوا على الف خير.